في حاجات كتيرة بتكشف شخصية جعفر ولي باشا، زي زواجه من بنت شيخ الأزهر ببين وزع الديني مرتبط بدينه جدا، تنظيمه لجنازة العظيم سعد زغلول قد ايه هو قادر على التنظيم والإدارة والضبط والربط. رغم انه سعد زغلول باشا رئيس حزب الوفد ورمزه التاريخي، وجعفر ولي باشا احد اعضاء واقطاب حزب الاحرار والدستوريين وبين الحزبين ما بينهما، لكن اقطاب الوفد في جنازة زعيم الامة سعد زغلول يقع اختيارهم على جعفر ولي باشا عشان ينظم جنازة سعد زغلول، وده اختيار ما كانش عشوائي، لانهم شافوا انه مفيش حد يقدر ينظم حشد شعبي كبير بهذه الدقة والانضباط أكتر من جعفر ولي باشا. كان راجل خير، أسس جمعية الإخاء الشركسية لرعاية طلبة الشراكسة اللي بيدرسوا في الأزهر الشريف، وكان رئيس جمعية المواساة بعد الأمير عمر طسن، ودي كانت أكبر جمعية خيرية في مصر في ذلك الوقت. رغم انشغالاته الكبيرة جدا، راجل مشغول، بنتكلم على وظائف وحاجات ضخمه جدا من صغره، لكن كان بار باهله جدا وعطوف جدا وكان محب للناس. والدي كان رب اسره يعني خالص، كان بيحبنا واحنا صغيرين نبقى جنبه، ممكن يدينا ياكلنا، ممكن يكلمنا حاجات مدعبات كده يعني. وكمان جعفر ولي باشا اللي كان عنده اهتمام كبير بالفن والغناء والأدب والشعر، يترأس لجنة إحياء ذكرى شاعر النيل حافظ إبراهيم. والدي كان بيحب الشعر وبيحب اللغة العربية جداً، وشارح ديوان أبو تمام كامل، كان هو بيلعب بيانو من وكمانجة وعود، والله العود كان عامله مخصوص، مش عارفة كم وتر، هو مزود وترين عالي، أنا عندي العود لغاية دلوقتي على فكرة. الليل صفه سحر وجمال والروح هداها في الليالي، فيه الوداع والسكون وفيها هيمة بين خيالي. والدي كان رئيس لجنة اختيار المطربين في الإذاعة المصرية، وكان يعني في عجبه كتير جدا، بس اللي هو يعني عجبوه بالأكتر يعني فريد الأطرش وأسمهان. وإزاي نعيش من غير أماني ونلقى الدنيا الأمان. وكمان كان عضو المجلس الأعلى للمعارف، اللي هو بمثابة المجلس الأعلى للتعليم حاليا، واللي كان بيضع سياسة التعليم العالي في مصر، وتولى منصب مدير دار الكتب المصرية، وكان عنده مكتبة كبيرة وعظيمة، أبنائه تبرعوا بجزء كبير جدا منها لمكتبة الإسكندرية. كان كمان بيحب الزراعة، واشترى أرض كانت في الشرقية، ابتدى يجيب الشتلات مانجا، وبعدين كان بيعمل استنباط في الأصناف، عمل أصناف على أسامي ولاده، يعني عامل سلمة وعامل خالد وعامل منى الله يرحمه. أقدر أقول النهاردة إن جعفر ولي باشا كان أفضل تجسيد لشخصية النادي الأهلي، وده ربما راجع لطول المدة اللي كان فيها على رأس قيادة النادي الأهلي، رسخ فيها كل القواعد والنظم ونقل المنهج ده للعامة. استمرار رئاسة جعفر ولي باشا 18 سنة كانت فترة كافية جدا ان المجتمع يتعود فيها على شخصية النادي الاهلي، لدرجة اننا نقدر نقول ان كل قراراته كانت شبه متوقعة. ده مش بس من اعلام وجماهير النادي الاهلي، ده ايضا من منافسي النادي، فكان ده يا اخوانا سبب رئيسي في تثبيت شخصية النادي الأهلي.